بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهارده إن شاء الله مع المحاضرة الثانية. إحنا كنا إمبارح إتكلمنا كمقدمة كده عن الكهرباء وبعض العناصر المهمة اللي إحنا بنهتم بيها. طبعًا إحنا مش بنقول إن إحنا هنلم كل حاجة، لا، إحنا بنتكلم من منظور إن إحنا نقدر نعمل دايرة كنترول للحاجات اللي إحنا بنحتاجها كلاسيك، لأنه زي ما هنشوف بعد كده لو العملية زادت تعقيد عن كده هنبدأ نحتاج طرق أخرى للتحكم. فالكنترول اللي هو اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي اساسا عشان الحاجات البسيطه، وما نستهنش بكلمه الحاجات البسيطه، لان الجبال بتتكون من ايه؟ من الحصى. وكان في يوم من الايام الماكينات بتتعمل من الحاجات البسيطه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ونقول عليها بسيطه. عناصر التحكم التقليدي اللي احنا من المهم جدا ناخد بالنا منها. اول حاجه عندنا العمليه نفسها اللي احنا هنعملها. احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ او احنا ليه بنعمل نظام التحكم اللي احنا هنعمله؟ عشان ايه اصلا؟ عشان نتحكم في عمليه صناعيه. عمليه صناعيه زي ايه؟ زي تسخين، زي حركه، زي ضغط، زي دوران، زي ايا كانت نوع العمليه الصناعيه اللي موجوده عندي، هي دي الهدف ان انا بعمل عليها تحكم. فلو ما كنتش فاهم العملية الصناعية وفاهم ازاي بتتنفذ العملية الصناعية، هيبقى من الصعب جدا عليا ان انا اعمل كنترول. يعني مثلا واحد عايز يعمل ضغط هواء ولكن سايب المكان اللي هيضغط فيه الهواء مفتوح، فكل حاجة بيضغطها بيتم تسريبها لإيه؟ للفتحة اللي هو سايبها مفتوحة. اذا عمره ما هيعمل كنترول على واحد بيملى خزان ولا عامل بيبص على الخزان ولا شايف اذا كان في تسريب ولا لا، ولا في عامل حاجه تديله انديكيشن ومش عارف المستوى بتاعه ولا عارف اي حاجه عنه. هيعرف اذا كانت اتملى او ما اتملاش منين؟ وبالتالي انا لما افهم العمليه الصناعيه بتاعتي هبدا منها اعمل تحكم عليها. الحاجه الاولانيه، وانا بعمل تحكم بايه؟ إذا كل عملية صناعية ليها الأداة اللي بتنفذ التحكم فيها. يعني لما أجي أقول أنا عايز ألفف عضو دوار، إيه الحاجة عندي اللي تلفف العضو الدوار؟ لابد إن أنا أشوف حاجة دورانية تلفف عضو دوار. يبقى عندي يا إما محرك كهربي، لأنه هو في أنواع تانية غير المحركات الكهربية. في محركات بتعمل بالهواء، في محركات بتعمل بالميه زي التربينات، في اشكال كتير جدا من الطاقه بيتم تسخيرها ان هي تديني حركه دورانيه. زي برضو ما في عمليات تسخين. عمليات التسخين دي عمليه صناعيه، هسخن بايه؟ اذا لابد يكون في اداه سخان استعملها في التسخين. عمليات الضغط لابد ان انا استعمل حاجه تقوم بعمليه الضغط. وبالتالي كل عمليه صناعيه ليها أداة تنفيذ احنا بنسميها اكشويتر او فاعل. هو ده اللي بينفذ الشغل، هو ده اللي بيستهلك الطاقة الكهربية اللي احنا بنحولها من المصدر اللي اتكلمنا عليه امبارح للاستهلاك اللي هو هيقوم بالوظيفة بتاعتي. النقطة الثانية بعد كده، انه عشان نعرف احنا نفذنا الشغل بتاعنا ولا لا، يبقى عندنا لابد من مراقبة تنفيذ العملية. في مراقبة تنفيذ العملية بالعين، يعني أنا بنور مفتاح. المفتاح ده عندي يا إما إنه أنا شايف الضوء نور، إذا هنا الأكشويتر بتاعي إيه أو الفاعل بتاعي إيه؟ اللمبة. اللمبة عملت إيه؟ حولت الطاقة الكهربية إلى إضاءة، طاقة ضوئية. طب أنا حكمت منين الإضاءة؟ عندي يا إما بالمراقبة بالنظر، يا إما إنه أنا يبقى فيه حساس يحس بالحاجة اللي أنا عملتها. وكل حاجة إحنا بنعملها أو كل حاجة فيزيائية موجودة في الطبيعة ليها اللي يحس بيها. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في قوانين الكون اللي موجود حاجة تحس بالضوء، حاجة تحس بالحرارة، حاجة تحس بالهز، حاجة تحس بالصوت، حاجة تحس باللون. الحاجة اللي بتحس دي بتعمل إيه؟ هي مش بتحس، هي تغير كهربي يطرأ على مادة بشكل منتظم، صح؟ أو بشكل خطي
شكل خط يعني ايه؟ يعني لو التأثير عند 10 10% يبقى التأثير عند 100 كام؟ 100%. يبقى التأثير عند 50 50%. وبالتالي احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنستغل الظاهرة الطبيعية دي فيما يسمى بايه؟ بالسنسور او بالحساس او بأداة الاستشعار لأي كمية موجودة في الطبيعة. لو بصينا على الشكل اللي قدامنا ده كده، الشكل اللي قدامنا ده فيه اربع حاجات. الإليبس او الازرق ده عبارة عن ايه؟ العملية الصناعية. العملية الصناعية اللي ممكن تبقى تسخين، ممكن تبقى ضغط، ممكن تبقى دوران، ممكن تبقى سريان، ممكن تبقى اي عملية صناعية، ممكن تبقى عملية مبنية على عملية اخرى. يعني مثلا عملية العجن بتاعة البلاستيك اللي موجودة عندنا بتتم ازاي؟ عن طريق دوران. انت بتلفف السكرو اللي بيجي عن طريق موتور، عن طريق محرك. العملية دي بيصاحبها عملية اخرى لان هي لوحدها ما تنفعش، فبالتالي انت بتحتاج تعمل تسخين كمان عشان توصل المادة اللي انت بتعجنها لدرجة الانصهار، وبالتالي درجة الميلتنج معلش الذوبان، ان انت تبدأ تحولها الى مائع بدل ما هي مادة ايه؟ صلبة، تقدر ان انت تتعامل معها. اذا ممكن تبقى العملية الصناعية مركبة يعني ريت ما نتصدمش لما نبص لحجم العملية الصناعية الكبيرة. يعني انا بقف قدام مكنة ايا كان حجم المكنة او خط انتاج، حتى لو طول خط الانتاج 100 متر، خط الانتاج ال 100 متر ده لو بدأنا نجزأه لعمليات فرعية، مثلا خط سحب وعزل سلك بتاع تليفونات، من اكتر الخطوط اللي عليها عمليات في المصنع عليها عملية سحب. طب عملية السحب لوحدها فيها اكتر من عملية، في سحب وفي تبريد وفي تهوية، في حاجات كتير موجودة عندي. طب وبعد السحب في تخمير، التخمير موجود فيه ايه؟ تسخين وموجود تبريد وموجود بخار، وبعد ما يطلع من الكلام ده يدخل على عملية تسخين قبل ما ياخد الطبقة العازلة بري هيتنج. هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من العمليات، لكن في النهاية كل عملية بترجع للعمليات البسيطة اللي احنا بنتكلم عليها في الاول. حتى مهما كان عدد العمليات، مهما كان حجم العمليات، في النهاية هتلاقي سنجل اوبريشن، عملية واحدة. العملية الواحدة دي محتاجة مني ايه؟ محتاجة ثلاث حاجات. كل عملية محتاجة مني ثلاث حاجات. محتاجة انا هقوم بالشغل بتاعي ازاي؟ عن طريق ايه؟ الفاعلات اللي هي البنفسجي، وعندي هحس بيها ازاي؟ اللي هي الدائرة الخضراء. انا هعمل هكتشف ان انا قمت بالعملية بتاعتي ولا لا ازاي؟ انا عايز اسخن جسم حديد الهيد بتاع العزل، هسخنه درجة حرارة قد ايه؟ يبقى هنا هبدأ احس بالقيمة اللي انا وصلتها. مين اللي هيعمل سيطرة بقى؟ نظام التحكم اللي احنا مفروض هنتعلم مع بعض ازاي ان شاء الله، ازاي ان احنا نعمل تصميم ليه. وبالتالي الدائرة اللي قدام مننا دي دائرة لو انا عايز اعمل منظومة مغلقة لا تعتمد على مراقبة ايه؟ البني ادم. يعني انا دلوقتي بنور اللمبة بتاعت الغرفة اللي احنا فيها، انا قاعد اللمبة شغالة، اتحرقت انا اللي بحس، انما اللمبة ايه؟ او السيستم بتاع التحكم المفتاح ومالوش دعوة هو موصل. لكن لو انا عايز اعمل احساس بقى زي ما احنا عاملين كده مثلا في دايرة الاضاءة بتاعت المصانع، عاملين فوتوسيل. الفوتوسيل اللي بتعمل ايه؟ تيجي الدنيا تظلم بالليل يقوم تحس ان الدنيا ظلمت، توصل الدايرة بتاعت الباور انها تشغل الكشافات. طب النهار طلع، تبدأ تحس انه الاضاءة زادت، وبالتالي تفصل الدايرة بتاعت عندنا خزان مية بنحط جواه عوامة، العوامة نزل المستوى بتاع المية تعمل ايه؟ تشغل البامب اللي بتغذي الخزان. طيب وصلت للحد بتاع اللي انا مظبط عليه العوامة، تفصل البامب عشان خاطر ما يحصلش اوفر فلو او ما يحصلش طفح في الخزان. اذا العملية او الهدف بتاعنا مش التحكم البسيط اللي هو المفتوح بس، ده احنا هدفنا كمان التحكم انه المغلق اللي هو بيديني كفاءة اعلى في تصميم الدوائر بتاعتنا. الكفاءة الاعلى دي بتتطلب مني شوية حاجات.
اول حاجه فيهم الحمايه، ما ننساش الكلام اللي احنا قلناه امبارح. الحمايه هي اول حاجه انا بهتم بيها، سواء للانسان، للمعده، للمنتج، الثلاثه لازم بنوفر لهم الحمايه. تاني حاجه الدقه، ان المنظومه بتاعتي تبقى دقيقه في الاداء بتاعها. ما جيش اكون عامل للراجل منسوب على تانك، التانك يفضى وبعد كده الموتور يبدا يعوض، ما يلحقش العمليه بتاعتي تحتاج ميه ولسه الموتور ما عوضش. اذا الرينج بتاع الايرور اللي انا هصححه لازم يكون ايه؟ مقبول بالنسبه للعمليه، وفي نفس الوقت الثبات. ما تجيش المنظومه النهارده تشتغل بطريقه وتيجي بكره تشتغل بطريقه ثانيه. كل ده التلات عوامل دول عوامل نسبيه باستثناء السلامه. الحمايه مش عمليه نسبيه، الكلمه فيها كلمه واحده زي ما قال المهندس حامد امبارح، لابد من توفير الحمايه، لانه الحمايه اذا ما توفرتش هينتج عنها اخطار قد تؤدي الى الوفاه بالنسبه للانسان، والى الدمار وتكلفه كبيره جدا بالنسبه للمنتج او الاتلاف للمكنه، وده بيكلف خسائر كبيره جدا. احنا النهارده ممكن بنلف موتور يوصل 100,000 جنيه. وممكن في منتهى البساطه عشان ايه؟ سنسور بتاع الحراره واحد عمل عليه جمجمه. الفلتر اتسد، الموتور بدا يسخن، بدا يحصل تراكم في الحراره، بدا العزل يحصل له ايه زي ما قلنا امبارح؟ ينهار. لما بدا العزل ينهار بدا يحصل ايه؟ باظ الملفات، لابد ان تتغير عشان الموتور يشتغل. يبقى لو السنسور بتاع البروتكشن شغال هيديني انديكيشن ان انا اوقف المكنه، وبالتالي اعمل ايه؟ اروح ابص على الفلتر ينظفه يغيره، ابص على الموتور، ابص على وهكذا عشان اوفر الحمايه بتاعتي. الفاعلات اللي بتقوم بالعمليه زي ما احنا شايفين عندنا امثله كتيره جدا. الموتور الكهربائي اصبح الفاعل زي ما قلنا امبارح الرئيسي في الانظمه، اضافه الى النيوماتيك او الهواء والهيدروليك. وان شاء الله المهندس حامد هينظم دوره قريب ان شاء الله في موضوع الهواء والهيدروليك بالنسبه للزملاء المهتمين بهذا الموضوع وخصوصا الميكانيكيه، اتمنى يبقوا حريصين عليه، لانه احنا عندنا لوسز كتيره جدا في هذا الموضوع، تكاد تصل في بعض الاحيان الى 50% من الطاقه المبذوله لتوليد الهواء في لوسز، تسريب في كذا، بسبب مش هنقول اهمال ولكن ممكن عدم معرفه في الاساس. نكمل تاني مع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. هتبقى خارجيه ان شاء الله. عندنا السنسورز كل حاجه موجوده عندنا، احنا بنقول بقى ان احنا هنبدا نخش في التفاصيل. يعني السنسورز لتفاصيل كل حاجه في الـ في الـ في الـ في الحياه ليها اللي يحس بيها. لكن يهمني هنا ان انا اقول ان احنا عندنا فرعين رئيسيين من الحساسات. بناء على شكل الاشاره اللي احنا بناخدها من الحساس. الحساس ممكن يديني كونتاكت. حد مش عارف يعني ايه كونتاكت؟ نقطة توصل اون اوف. زي ايه؟ زي الثيرموستات بالنسبة للحرارة، زي البريشر سويتش بالنسبة للضغط، زي الفلو سويتش بالنسبة للسريان، زي البروكسيميتي سويتش بالنسبة للمسافة، زي الليمت سويتش بالنسبة للحركة، زي حاجات كتير جدا. لكل حاجة موجودة عندنا ليها حاجة اسمها ايه؟ سويتش. كل ما هو سويتش بيديني ايه؟ نقطة تقفل وتفتح بناء على ايه؟ على فيزيكال كوانتيتي، على كمية طبيعية، على حاجة طبيعية بتأثر عليها. في حاجة بتتأثر بالضوء يبقى اسمه ايه؟ فوتو سويتش، خلية ضوئية أو حساس ضوء، ولكن اسمه ايه في النهاية؟ سويتش. لو جيت او مفتاح، يعني لما اجي اتكلم على الخليه الضوئيه اللي احنا بنركبها على السوق على على السور، من الغلط ان انا اقول ايه؟ فوتو سنسور، لكن اقول عليه ايه؟ فوتو سويتش، او اقول ايه؟ مفتاح ضوء. يبقى مفتاح يعتمد على ايه؟ على الضوء، او فوتو سيل، خليه ضوئيه. كل ما هو كونتاكت يبقى ايه؟ سويتش. السويتش هنا زي ما قلنا هنقول مع بعض ازاي احنا بنوصفه. الكونتاكت باي شكل من الاشكال لها نوعين، يا اما نورمالي اوبن
نورمال اوبن، يبقى الوضع الطبيعي بتاعها ايه؟ مفتوحه. لما تاثر عليها بالظاهره المصممه ليها تحصل ايه؟ تقفل، توصل النقطتين مع بعض. وفي منها نورمال كلوز، يبقى الطبيعي بتاعها ان هي ايه؟ مقفوله. لما حضرتك تفعل الظاهره اللي جايه معاها يحصل ايه؟ تفتح. يبقى عندنا ثيرموستات يفتح بالحراره، وعندنا ثيرموستات يقفل بالحراره. عندنا ثيرموستات يقفل بالبروده، وثيرموستات يفتح بالبروده. عندنا عندنا بريشر سويتش يفتح لما الضغط يوصل لنقطه معينه، ويقفل لما يوصل لنقطه معينه، زي اللي احنا بنجمبر عليه على مكن المصنع عشان لما الضغط الهواء ينزل المكنه ما تفصلش. وما ينفعش البريشر سويتش ده مهم جدا، لانه انت ممكن مكنه بتعتمد على الهواء في الفرامل، الاوبريتور بتاع المكنه متعود ان المكنه بتفرمل مثلا في 10 ثواني، هو داس ستوب والهواء ساقط، فراح يفتح الباب حاجه طارت خلاص. انت هنا اصبحت قاتل خطا، مش قاتل عمد، مش هنقول قاتل عمد، قاتل خطا، الا لو انت مصر بقى على الموضوع. يا ريت الحاجات بتاعت الحمايه، هاكد تاني وكل ما تزهقوش ان انا هكرر هذا الكلام، الحاجات بتاعت الحمايه جزء من شخصيه البني ادم. برجر سويتش، عندنا فلو سويتش، في الفلو سويتش بيتعمل عشان ايه؟ عندي جير بوكس بتاعت مكنه ال 61 بتاعت مكنه ال 37 عليها طلمب تبريد زيت، عشان الناس تتاكد انه الزيت موجود باستمرار بيحطوا على المسار بتاع الزيت ايه؟ فلو سويتش. الفلو سويتش ده يعمل ايه؟ يحس ان الزيت ماشي. طب لو الزيت وقف يدي انديكيشن للمكنه ان هي تقف عشان ايه؟ ما يكسرش التروس، لانه لو الزيت مش موجود ايه اللي هيحصل؟ هتبدا تتاكل التروس لغايه ما توصل لمرحله يحصل فيها دامج كامل. وبالتالي كل حاجه عندنا ظاهره احنا بنستعملها ليها سويتش، زي الامثله اللي موجوده عندنا كده في الصور اللي قدام مننا، موجود بريجر، موجود ليفل، موجود حراره، ليفل مستوى، عندنا فيه عوامات، عندنا فيه سريان، عندنا فيه في حساسات للسرعه. بالرغم من اختلاف المسمى بتاعها، لكن هي في النهايه حساس للسرعه. لكن هنا في الشق الثاني بقى. الشق الثاني الاولاني بتاع السويتش ده، بالفرق بينه وبين الثاني ايه؟ السويتش بيشتغل عند نقطه. بيشتغل عند ايه؟ يعني اروح اقول للتاجر اديني ثيرموستات بيشتغل عند درجه حراره مثلا 70. يبقى هو لو عدى ال 70 يوصل او يفصل، او لو نزل عن ال 70 يوصل او يفصل. اذا ده بيشتغل عند ايه؟ نقطه. لكن السنسور الانالوج، او اللي بنسميه بقى باللغه العربيه المصطلح بتاعها تماثلي او تناظري، اللي هو قراءه مستمره، يعني بيترجم لي لو الحراره بتتغير من صفر ل 1000 يقوم يديني قيمه كهربيه قياسيه توازي التغيير من صفر ل 1000. لو هو مثلا بيشتغل بالملي فولت يقوم الملي فولت ده يزيد كل ما الحراره ايه؟ تزيد. لو هو مقاومه زي نظام الار تي دي او البي تي 100 او هيعمل ايه؟ هيديني تغير في شكل الاشاره كل ما الحراره تتغير، كل ما الضغط يتغير، كل ما السرعه تتغير. عندنا مثلا من وسائل قياس السرعه التاكو جنريتور او مولد التاكو، ده عباره عن ايه؟ مولد كهربي، كل ما تزيد السرعه يزيد الفولت اللي خارج منه بناء على ايه؟ السرعه. زي ما في معظم الحساسات بتبقى ترانزستور. لا مش ترانزستور، يعني في نورمالي ده بالنسبه لي اللي هي البروكسيميتي، الحاجات البروكسيميتي والماجنتيك. البروكسيميتي والماجنتيك بتبقى في ترانزستور، انما اللي هي السوليد او نقول عليها الالكترونيك سويتش اللي عند النقطه دي مش ترانزستور، اللي عند النقطه دي نقول مثلا ثيرموستات. الثيرموستات عباره عن ايه؟ حد فيكم فك مكوى قبل كده؟ كلنا فكنا مكوى. عباره عن ايه؟ معدنين ثابتين من الاطراف ومرتبطين من نقطه واحده، معدل التمدد بتاعهم ايه؟ مختلف. فيقوم لما يتمدد يعمل ايه؟ واحد منهم يزق الثاني لتحت كده، الزقه اللي تحت دي بتبقى على سوسته، يقوم يوصل نقطتين او يفصلهم، يوصل نقطتين او يفصلهم، وبالتالي
ده بيعتمد على معامل تمدد حراري، كل ما تزيد الحرارة يحصل ايه؟ يحصل التمدد. طيب بالنسبة لي مثلا نقول البريشر سويتش ده عبارة عن ايه؟ سوستة. سوستة الضغط بتاعها متعايرة على ان هي تتحمل مثلا 5 بار. هتلاقي مثلا البريشر سويتش اللي احنا بنتعامل فيه بتاع الهواء عبارة عن ايه؟ سوستة، وفي القلب بتاعها مسمار بنضغط على السوستة او بنفك السوستة. السوستة دي وفي قلب جواها بيستقبل الهواء، دي تعمل ايه؟ تطلع لفوق او تنزل لتحت بناء على الضغط. حركتها الميكانيكية دي تعمل ايه؟ تلقط نقطتين او تفصل نقطتين. يعني لو حاولنا نرسم الكلام دون مع بعض كده عشان نوضح للناس، زي ما بنقول كده عندي معدنين في الثرموستات، ادا معدن وادا معدن اخر. الناس اللي شافت المكوى العاديه اللي احنا بنستعملها في البيت بتاعه الملابس هيلاقي الكلام بالطريقه دي، وبيبقى فيه هنا كمان ايه؟ نقطه تثبيت، لانه لو ما عملش نقطه تثبيت هيحصل له ايه؟ هيتزحلقوا على بعض. لما يحصل تمدد يون ده يحصل له ايه؟ يتحرك لتحت، يتقوس لتحت كده. لما يتقوس لتحت بيكون حاطط هنا ايه؟ نقطة التلامس الكهربي، وعامل هنا عازل. دي لما تزق تروح ملمسة النقطتين مع بعض، لما يبرد تروح مشدودة لفوق تاني تروح ايه؟ فصل نقطة التلامس. طيب بالنسبة للبريشر اللي كنا بنتكلم عليه ده عبارة عن بيسمح للهواء انه مثلا او للسائل بتاعه انه يدخل في منطقة مقفولة، وبعدين يروح حاطط هنا سوستة. السوستة دي بيعمل كمان عليها ايه؟ رجلاش بمسمار، المسمار بحيث انه يزود او يقلل الضغط بتاع السوستة، وبالتالي السائل اللي يخش من هنا الضغط بتاعه هيعمل ايه؟ هيحرك السوستة. غالبا بيبقى فيه بليت هنا قدام منها كده متثبت مع السوستة، فده يحرك السوستة لفوق مع الحركة بتاعتها نقطتين التلامس، يقوم يلمس مع النقطتين دول ببعض. كل الحاجات الفلو احنا بنقول حساس سريان. ابسط حاجه ليه يروح عاد ادى الماسوره بتاعته، ده دايما بتركب على مواسير الفلو عشان المواعي اللي موجوده عندنا، بيعمل بليت يخش في المسار بتاعنا وده اتجاه السريان بتاعه. البليت ده بيكون برضو معمول بايه؟ بسوسته معينه، بحيث انه لما يتحرك يقوم ده يتحرك الجنب ده، لما يتفك السائل يقف السوستة ترجعه تاني. الحركة بتاعته بتعمل ايه؟ بتلمس ايضا مع نقطة. يعني ده لما هيجي هنا هيعمل ايه؟ هيلمس النقطتين ببعض، لما يبعد وهكذا. فكله بيعتمد على يا اما التأثير الحراري يا اما تأثير ميكانيكي انه بيبعد الجزء عن مكانه. ادا حساس السريان اللي بنتكلم عليه ده نوع. في بعض الانواع بقى اللي هي مش السويتشات، الحساسات. ايه الظواهر اللي عندنا بتولد كهرباء؟ الضغط في بعض المواد بيولد كهرباء، بعض المواد لو انت ضغطت عليها تولد كهرباء. الكهرباء انت ما تتخيلش ان الكهرباء على طول يعني 380 يعني كيلو فولت، لا ميلي فولت. الميلي فولت ده مع الضغط علاقته بيه علاقة خطية، علاقة يعني انت لو ضغطت ب10 هيدي لك خرج، ضغطت ب20 هيدي لك ضعف الخرج، وبالتالي تقدر تعتمد عليه انه يترجم لك القراية بتاعة الضغط الى قراية ايه؟ مفهومة. زي بالظبط عندنا الحساس بتاع الضغط اللي بنركبه على الحلزونات. انت بتلاقي عندك ايه؟ ده انت بتلاقي عندك سطح شبه مقفول، الحساس بتاع الضغط بتاع الحلزونات مقفول معدن. طب ده بيحس ازاي؟ الضغط اللي بيحصل عليه دوت بيزيح او بيضغط على ده بنسميه رق. الرق ده بتضغط عليه بيتحرك جايز مليمترات بسيطه جدا. تحت منه من الناحيه الثانيه قلب مغناطيسي يتحرك في مجال. لما يتحرك في مجال يعمل يولد ايه؟ كهرباء بشكل خط. زي بالظبط المايك بتاع او السماعه بتاعت اللي احنا بنسمع بيها. السماعه بتعمل ايه؟
مجال مغناطيسي يحرك قلب، القلب يتهز بنفس شكل الإشارة، تحرك الرئة اللي قدام منها يوم يحوله لك إلى إيه؟ صوت. وبالتالي الإشارة الكهربية الأنالوج اللي هي بتاعت الحساسات دي بتعتمد كلها على ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية موجودة في حاجات بنضغط عليها تديك تردد. الدنيا كلها كانت شغالة بحاجة اسمها ناتشورال أوسيليتور لغاية وقت قريب جدا، اللي هو المذبذب الطبيعي، مواد موجودة في الطبيعة تضغط عليها تديك تردد، ربنا خلقها عشان احنا نستفيد فيها. زي ايه؟ انا مش فاكر اسم المواد بالظبط، بس انا بقولك في حاجات نقول عليها كريستالات، مواد معينة من الكريستال، حتى هم ما زالوا بيسموها لغاية النهاردة الكريستالة بتاعت الساعة، الكريستالة بتاعت كذا. المواد دي هتلاقي حتى الساعات مكتوب عليها ايه؟ كريستال كوارتز او حاجه زي كده، او هتلاقي جواها كوارتز قد كده 21 حجر او مش عارف ايه، الساعات القديمه اللي كانت بتستعمل الاوسيليتورز في الكلام ده. فدي ماده انت لما بتهزها تقوم تولد ذبذبه ثابته بمعدل ثابت، هو بيستعملها انه شغال بيها الساعه، ويصمم التروس بتاعته على السيجنال او الاشاره اللي طالعه منه. وفي حاجات كهربيه كتيره جدا النهارده، احنا روح العصر بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر عباره عن ايه؟ البروسيسور. البروسيسور بيتقاس بايه؟ يقول لك كم ميجا هرتز السرعه بتاعته. هي ايه الميجا هرتز او ايه البلس ده؟ ده عباره عن زمن التردد بتاع تشغيل البروسيسور، اللي هو كل عمليه او كم عمليه هتتم في جزء من الثانيه بناء على الثانيه. يعني ممكن يقول لك مثلا البروسيسور ده بيعمل 10 مليون عمليه في الثانيه، البروسيسور ده بيعمل مش 10 مليون، 10 مليار عمليه في الثانيه. فده بالنسبة للزمن، الزمن ده جاب بناء على ايه؟ على حاجة خاصة بالتردد. فالحاجة الخاصة بالتردد دي كل اللي احنا بنتكلم فيه كله اكتشافات لحاجات موجودة في الطبيعة، ولكن احنا بعد كده بنستعملها بالقانون اللي موجود فيها. النهاردة لما اجي اقول حساس حرارة جي، حساس حرارة كي، لما ده سيرموكابل وده سيرموكابل، ايه السيرموكابل بقى؟ زي ما كان عندنا ازدواج حراري في الثيرموستات، ايضا في ازدواج حراري في الثيرموكابل. يعني في مادتين، بس المادتين بتحطوا جنب بعض. المادتين دول ايه الظاهره بقى اللي ربنا خلقها لنا في الطبيعه؟ لما تتولد الحراره بتبقى الحراره حوالين منهم، تتولد ما بينهم وبين بعض كهرباء تعتمد على الحراره بالملي فولت، يتولد ما بين البليتين دول ملي فولت يعتمد على ايه؟ على الحراره. في بعض المواد لغاية 200 درجة، بعض المواد لغاية 2900 درجة، بعض المواد تعد كده بكتير. دي حاجات موجودة في الطبيعة احنا بنستعملها. وفي عندنا مقاومات زي ما قلنا امبارح بتتأثر بإيه؟ بالحرارة. تتأثر بالحرارة يعني ايه؟ يعني المقاومة بتاعة السلك ده تتغير، لو عند 10 غير عند 20 غير عند 100. زي ايه؟ بنقول عندنا حساس اسمه ار تي دي حراره. ايه الار تي دي ده؟ ريزيستنس دريفن باي تمبريتشر، مقاومه منقاده بالحراره. احنا بنقول احنا كمصنعين كابلات لما بنيجي نختبر الكابلات بنعمل ايه؟ بنحط معامل التاثير الحراري في الاختبار بتاعنا، بنقول ان مقاومه السلك بتاعتنا دي او مقاومه الموصل بتاعنا عند درجه حراره 25. طب لو درجه الحراره بقت 35 أكيد المقاومة هتزيد. ليه؟ لأنه دايما الحرارة بتزود المقاومة. وبالتالي الحساسات دي بتتميز بحاجة مهمة جدا اللي هي إيه؟ الخطية. يعني إيه الخطية؟ يعني أنا النهاردة لو الحرارة 10 إدتني 25 أوم مثلا، لو الحرارة بقت 50 إدتني 30 أوم، يبقى كده أبال كل 10 درجات تقريبا 1 اوم. دي ثابته لغايه حد معين. يعني يقول لك مثلا ان الحساس ده الحد الادنى بتاعه كذا والحد الاقصى بتاعه كذا، يبقى انا ما اجيش استعمله بره ايه؟ الرينج بتاعه، لكن استعمله داخل الرينج بتاعه عشان هو بيفضل الاداء بتاعه ثابت فين؟ داخل الرينج بتاعه. اذا موضوع الحساسات هنستفيد من الموضوع ان احنا عندنا نوعين من انواع الحساسات رئيسيين، نقطه واشاره متصل.
الاشاره المتصله سواء كانت لا ملي فولت فولت ملي امبير مقاومه تردد، كل دي اشكال من اشكال الحساسات. يعني في حساس يقول لك ده مقاومه، حساس يقول لك ده فولت او ملي فولت، حساس يقول لك ده ملي امبير. اذا بناء على الشكل بتاع الاشاره المتصله بتاعه الحساس بنتعامل معاه، والنقطه يا اما اوبن يا اما كلوز، ولابد ان احنا نحدد على النقطه طيار اللي ممكن يمر بيها. يعني واحد يروح يجيب سيرموستات 5 امبير، النقطه بتاعته تتحمل قد ايه؟ 5 امبير. طب لو زادت على 5 امبير يحصل مشكله، وروح مشغله على سخان 3 كيلو، سخان 3 كيلو يسحب كام امبير؟ لو هشغله على 220 فولت يسحب كام؟ 15. الناس اللي حضروا معانا امبارح ها؟ 16 امبير. نقسم 3000 على كام؟ على 220. الرقم اللي طلع لنا ده هو ده الامبير اللي هيستهلكه السخان، تمام؟ طب الامبير ده مليون في المية اكتر من ايه؟ من 5 امبير. يبقى اذا لو انا استعملت السيرموستات 5 امبير على سخان 3 كيلو هيحصل ايه؟ هيبوظ، هيحصل دامج. اذا هنا من المهم جدا انه انا لما اجي استعمل سويتش ابقى عارف انا هستعمله على ايه؟ تيار الحمل اللي هيعدي من خلاله قد ايه؟ لو تيار الحمل اكبر يبقى لابد استعمل وسيله توصيل بديله، والحساس بتاعي يخش على ايه؟ على الكنترول اللي احنا هنعمله.